دلوقتي هنلعب لعبة الفار الشرير المرعب. يلا بقى يا أصحابي، شوفوا بقى لحد أروح عنده. يلا يا أصحابي، هنروح فين يعني دلوقتي؟ هيكون هنا يعني، هو عايش هنا ولا ده؟ أنا معرفش أي حاجة، أنا خايف. مكانش عندي، أنا خايف أوي يا أصحاب، والله خايف. يلا نروح بقى، لازم ناكل الدنيا. أنا خايف أوي من الفراغ ده، أنا مش قادرة أتحمل، أنا أصلا مش قادرة أتحمل. خفت أوي يا أصحابي، خفت أوي، مش قادرة. انا خفت اوي يا اصحابي، انا خايف، انا خايف اما اطلع، اصبر يا رب ما اطلع. يا رب زي ما كنتش، يا رب ما ليه نرجع نفس المكان كده. لا ده مش نفسي، انا خايف. نسمع صوت الفار، انا خايفة، خايفة يا اصحابي، ده اصلا مش هقدر اكمل الجيم، انا لازم اكسبه. انا خايفة، بلاش دابا، انا عايزة اعمل اللعبة، انا خايفة. بصي انا احسن هكمل اللعبة، انا خايفة اوي، خايفة. صعبتي، تعالي، ما فيكي نمشي مع بعض. الفار هيشوني، مش التاني. خايف يا أصحابي، خايف. انا خايف، انا هدخل، انا هستمس الفار، انا فين اختار شغلي، فينك تالين؟ راح معك، استني، جيت كده، فاضل اتنين كده، فاضل لحد تسعة.
سخيفة، ما شفت الفرق. أخذت الحمد لله أخذت المفتاح الأخضر ماشي بس شو أنا المفتاح طب أحطه فين يا ربي من خايف لا تفتح المفتاح انا خايف يا اصحابي والله خايفا وانت كل الجنود تمام كل كده فاضل ثلاثة انا هاكل الطيب اللي تحت والله خايف قوي خايف لا 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 الفوت كان يمسكني فاضل كده أربعة خايف مش شايف حاجة هو الفتحة دي هو عايز مفتاح ازرق انا خايف اروح من النيل واروح هو اللي بنشاف من النيل ننزل بقى ولا بنشاف لا لا فاض فاض امسكني بس يا اصحابي انا هخليه يمسك مش خاطر بقى ما انزل بس اخليه يمسك تعالى والله خلاص مستور يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب خفت بجد يعني مش بضحك عليكم يعني باي باي يا صاحبي